في بطنك بطيخة صيفي طول ما التلات برطمانات دول عندك في التلاجة. أصل تتبيلات فراخ، لحمة، سمك، حتى البتنجان والفول هتلاقي. فيديو النهاردة أنا ما سبتلكيش تتبيلة إلا وهعرفك عليها. السر في التلات برطمانات اللي انتوا شايفينهم معايا دول، وكل برطمان بيفرق طريقته عن التاني. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو شايفة أن أنا بقدم لك محتوى هادف شجعيني بلايك ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. بطل وصفتنا النهاردة هو الفلفل. تلات أنواع من الفلفل: فلفل مكسيكي أحمر وأخضر، وكمان الفلفل الرومي الأحمر اللي انتوا شايفينه معايا ده. هنبدأ بأول وصفة معانا وهو دبس الفلفل. دبس الفلفل طريقة سهلة وبسيطة، وطريقته ديت أنا جايباها من الوصفات الشامية. طيب هنعمل فيه ايه؟ بيجيبي واحدة واحدة كده، بعد ما بنغسلها بتروحي مقطعاها ومفرغة منها كل البذور اللي جواها، ولو لقيتي جواها العروق البيضة ديت لازم كمان تشيليها وتتخلصي منها، لحد لما بتخلصي الكمية كلها. الكمية اللي معايا قوله مثلا في حدود كيلو، كيلو وربع. في الوقت ده كمان بتحضري عندك صينية حلوة كده، وتبتدي ان انت توزعي الفلفل كله، بس طبعا لما تكوني قسماها لنصين، ما تضيفيش الفلفلية كاملة. الفرن بتاعك شغال على درجة حرارة 150، هيدخل الفرن مدة لا تقل عن 20 دقيقة. وتعالوا ندخل في الوصفة التانية عقبال ما الفلفل يطلع من الفرن. هتجيبي الفلفل الاخضر الحلو اللي هو ايه، المشطشط ده، وتروحي مقطعاه كده لنصين. وانا عادة ما بشيلش البذور في الطريقة دي، عايزة انت تشيلي البذور مفيش مشكلة. هتضيفي ليهم كمية الملح، وهم معلقتين كبار من الملح، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وعليهم كمان ربع كوباية من الخل، ومعلقة صغيرة من السكر. هتقلبي كل ده مع بعض، والكمية اللي معايا دي حوالي كيلو من الفلفل. هبتدي ان انا اخد الكمية دي كلها، ولازم يبقى عندك في الوقت ده كبة كده ممتازة عشان تاخد الكمية كلها وتضربها لك الضربة الحلوة اللي احنا عايزينها. هتضربي بضربات متقطعة، لان انا مش عايزاه يفقد سوائل او مية، لحد لما يوصل معاكي للشكل اللي انت شايفاه معايا ده، عايزاه بالشكل ده وبالفرمة دي. احنا كده خلصناه. طيب الحفظ ازاي؟ الحفظ في برطمانات زجاجية ده الافضل طبعا، وتكون نظيفة جدا، وتعملي طبقة الاول من الزيت وتنزلي بكمية الفلفل كلها. والطريقة دي احنا دايما بنستخدمها لتتبيلات الاسماك عموما يعني، ممكن طبعا حتى لتتبيلات الفول لو بتحبوا الفول يبقى فيه ايه طعم كده التوم بيبقى حلو قوي، وتتبيلات تانية كتير هنستخدمها في وصفتنا. طبقة كمان من الزيت من فوق الوش ونحتفظ بيها، وتعالوا ندخل على الطريقة اللي بعد كده. الطريقة دي بقى حاولوا تكتروا فيها الفلفل شوية، لان الفلفل الاحمر المكسيكي ده اللي بنعمل منه هريسة الشطة. الهريسة دي طبعا لازم البرطمان ده يبقى في تلاجتك. برضو بتقسمي الفلفلاية وبتنضفيها كويس جدا، وبتضيفي 3 معالق كبار من الملح، عليهم معلقة من السكر. والوصف الوصفة دي انا ما بستخدمش فيها خل او اي توابل تانية خالص، انا بستخدم فيها كمية ليمون بس، كمية معتبرة يعني مثلا 3-4 ليمونات كبار كده، وتقلبي تقلبتين وما تضيفيش توم. هريسة الشطة ما بيضاف لهاش توم يا جماعة، عشان انا عايزاها تنفع لكل الوصفات اللي انا حباها. بعد كده بجيب برضو الكمية كلها واضربها ضربتين لحد لما توصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، ومعاكي احلى برطمان هريسة شطة. وطبعا انتوا عارفين احنا بنستخدمه في ايه، حاجات كتير بقى ما تعدوش برطمانك الحلو. ولازم تعملي طبقات الزيت عشان تقدري تحافظي عليه مدة اطول. عايزة اقول لكم ان كل الوصفات اللي بنعملها النهاردة دي للفلفل بنحتفظ بيها في التلاجة مدة لا تقل عن سنة، يعني تقعد معاكي سنة واكتر كمان. ده الفلفل بتاعنا بقى اللي احنا عملناه في الاول، الفلفل الرومي بعد ما طلع من الفرن. وعايزه اقول لكم على حاجه، التحميصه اللي فيه دي بتديله الطعم اللي هو ايه، الطعم المدخن ده، تحسوا ان تاكلوا حاجه مدخنه. اللي هنعمله دلوقتي ده هو دبس الفلفل. زي ما قلت لكم الطريقه ديت مش طريقه مصريه، دي طريقه شاميه. ولو انتوا طبعا من لبنان او من الاردن او من سوريا انزلوا اكتبوا لي حالا انا بعملها صح ولا بعملها غلط. يلا بقى مع بعض اقول لكم انا ضفت ايه. ضفت معلقتين من الملح، عليهم ربع كوبايه من الخل، وضربتهم لحد لما نعمته على الاخر، خليته عامل زي الكريمه كده خالص. بصوا بقى هما بيضيفوا عليه زيت زيتون، بس انا الحقيقه ما عنديش زيت زيتون فضفت زيت ذره.
تضيفوا برضو طبقات من الزيت. وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتتاكل مع الجبن او السندوتشات، بتبقى حلوه قوي. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو وشايفين ان انا استحق ان انتوا تعملوا لي لايك، ما تبخلوش عليا وتعملوا لايك كتير وشير كتير. منشنوا اصدقائكم اللي بيحبوا دايما الحاجات المشطشطه اللي فيها فلفل والحاجات الحلوه دي. بحبكم قد كده اهو. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ نشوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.